نروح بقى لموضوع وزير التجارة والصناعة وافتتاحه لمنتدى الأعمال المصري السلوفيني، ونتكلم على التجارة المصرية السلوفينية كيف من الممكن أن تكون. لك الأول نشوف تصريحات من هذا المنتدى وأجزاء منه، وبعد كده نعود مرة أخرى. تم عقد عدد كبير من اللقاءات بين الشركات المصرية والشركات السلوفينية، جاري هذه اللقاءات جارية حاليا، إلى جانب شركات اللي هي جاءت في الزيارة السابقة قامت بتوقيع الاتفاقيات التنفيذ الفعلي. الشركات دي في مجال الكهرباء والطاقة، في مجال الصناعات الدوائية، وفي مجال تطوير المصانع، وهناك عدد آخر من الاتفاقات سيتم توقيعها مساء اليوم وغدا صباحا إن شاء الله في إطار تصنيع المعدات للمعدات الزراعية، تصنيع معدات ضخ المياه للمليون ونصف فدان، صناعات إلكترونية، وتطوير قطاع الصناعات الهندسية في مصر. وابقى معنا دكتور علاء عز، امين عام اتحاد الغرف التجاريه. هو في المقتطف الصوتي قال عدد من الامور، تحدث عن عدد من الموضوعات، لكن عايزين تفاصيل اكتر بقى. مساء الخير دكتور علاء. مساء الخير يا مدام دعاء، ومساء الخير للساده المشاهدين. اهلا بحضرتك. بدايه، اهميه ان يبقى في هذه العلاقات التجاريه وهذه العلاقات الصناعيه بين مصر وسلوفينيا، ما هي؟ يمكن احنا لازم نرجع 30 40 سنه او 25 سنه بالاخص. يوغوسلافيا ومصر كانت العلاقات السياسيه والاقتصاديه من اقوى ما يمكن. عندما تم فصل يوغوسلافيا الى عده دول من ضمنها سلوفينيا، يمكن لم تكن العلاقات على نفس المستوى. سلوفينيا احد دول 2020 بالاتحاد الاوروبي، دعمها وتعاونها والعلاقه السياسيه معها من اهم ما يمكن، وفي نفس الوقت العلاقات الاقتصادية من أهم ما يمكن لعدة أسباب. سلوفينيا دولة متقدمة في قطاعات محددة، من الممكن الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة الموجودة لديهم، سواء في قطاعات زي ضخ المياه بالطاقة الشمسية، دي أحد القطاعات الهامة جدا اللي محتاجينها للمشروع المليون ونصف فدان، وفي شركتين من الوفد المرافق لفخامة الرئيس في هذا المجال. هي من الدول المتقدمة جدا في تحديث الصناعة وإدخال الآليات الروبوتكس في التصنيع، وبالتالي لكل الصناعات المصرية تحديثها وتطويرها. هناك عدد من الشركات في الوفد المشارك. هي دولة متقدمة جدا في الصناعات الدوائية، وفي نفس الوقت هي دولة مستهلكة لسلع كثيرة تنتجها مصر، وبالتالي فهي سوق متميز للصادرات المصرية. ويمكن الخط الملاحي اللي ان شاء الله في يناير القادم سيبدا، اللي تم الاتفاق عليه يوم مساء، ده هيكون اليه هامه لتنميه العلاقات التجاريه الى جانب العلاقات الاستثماريه اللي فعلا بدات في التنامي بكميه كبيره جدا. نعم. طيب حضرتك ذكرت ان سلوفينيا من الدول المتقدمه جدا في الصناعات الدوائيه، هل في خطوات معينه احنا عايزين نتخذها في القريب العاجل مع سلوفينيا؟ حضرتك اكيد عارف موضوع مشكله الدواء، هل هناخد خطوات في هذا الامر؟ هو يمكن خدنا خطوات. النهارده صباح اليوم تم توقيع اتفاقيه بين الشركه القابضه للصناعات الدوائيه واكبر شركه في سلوفينيا، والشركه القابضه كانت بتمضي نيابه عن 11 مصنع او 11 شركه التابعه لها. سيتم تصنيع عدد كبير من الادويه. حضرتك الادويه في العالم كل نوعين، في دواء تم اكتشافه حديثا وبالتالي بتنتجه مصنع واحد في العالم، ثم بعد مرور فترة يجوز لمختلف دول العالم أن تنتجه. اقتصاديات إنتاج الخامة لهذا الدواء مكلفة جدا، لازم يبقى حجم السوق كبير جدا عشان نقدر ننتجه. طيب. سلوفينيا من الدول المنافسة جدا في خامات الأدوية، والاتفاقية اللي تم توقيعها النهاردة دي ستساعد على حل بعض مشاكل قطاع الدواء. نعم بإذن الله. طب الاتفاقيات الأخرى اللي تمت النهاردة، واللي هو موضوع كان متعلق بالدواء فقط؟ لا لا يا فندم، صباح اليوم في حضور رئيس الجمهورية وفي حضور وزير التجارة والصناعة ووزيرة التعاون الدولي تم توقيع ثلاث اتفاقيات، واحدة في مجال الروبوتكس لتحديث الصناعة، واحدة في مجال الطاقة الكهربائية، وواحدة في مجال الصناعات الدوائية. مساء اليوم تم الانتهاء من خمس اتفاقيات جديدة، وغدا صباحا إن شاء الله هناك فرق تعمل حاليا على صياغة الاتفاقيات، هناك ست اتفاقيات أخرى جاري صياغتها. فبنتوقع ان عدد كبير من الاستثمارات الجديده السلوفينيه ستبدا في مصر، ويمكن الزيارات المتعدده اللي هتحدث خلال العام القادم في بدايته هيكون في وزير التجاره والصناعه يليه وزير التعاون الدولي،
ثم متوقع ان يلبي فخامه رئيس الجمهوريه دعوه رئيس الجمهوريه السلوفاني لزياره سلوفانيا. كل هذه الزيارات سيكون بها مجتمع الاعمال لتفعيل علاقات سواء التجاريه او الاستثماريه بين الجانبين باذن الله. دكتور علاء عز، امين عام اتحاد الغرف التجاريه، شكرا لحضرتك.